سياسيا هل ترى الأمور ذاهبة باتجاه أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد، أم أن الأمور حتى اللحظة فيها الكثير من الكلام ولم تحسم؟ بالبداية تحية لك حياك ولكل الله. المشاهدين الكرام. طبعا مثل ما أشرت أنت، يعني هاي الانتخابات بها تحديات كثيرة، يعني ورافقتها يعني كل ما تقرب الانتخابات تصير أكو مشاكل، وهاي المشاكل طبعا تنعكس سلبيا على عملية إجراء الانتخابات. بس بالتالي يعني القوة السياسية وكذلك يعني متطلبات الوضع العام وعملية إدارة الدولة بشكل عام يتطلب أن يكون هناك مجلس محافظة. مجلس المحافظة وجوده جدا مهم داخل المحافظات باعتبار يقوم بمتابعة عمل المحافظين والإشراف على المشاريع ووضع الموازنة للمحافظة وتقسيم مشاريعها. هذا الدور انفقد خلال هاي الفترة، فشوف اكو تفرد صار بعملية ادارة المحافظات. اكو محافظين استغلوا هذا الوضع ونجحوا، واكو محافظات لا، يعني محافظات بقت محافظات يعني صار بها تردي بالخدمات ولا يوجد يعني هناك مشاريع داخل هذه المحافظات. فصار نوعين، عدم وجود مجلس المحافظة خلق هذا، قلت اكو محافظين استفادوا اكو محافظين ما نهضوا بمحافظاتهم. فيجب أن يكون هناك مجلس محافظة يصحح المسار. وشنو اللي يضمن مجلس محافظة يصحح المسار؟ هذا اللي يضمنه الشعب، تجارب هذا صح. الشعب يضمنه عملية إجراء الانتخابات. اليوم كل مواطن عندما تجري الانتخابات يخرج يختار ممثله، من الممثل اللي يمكن أن يعني يقدر يقدم الخدمات، يقدر يشرف، لديه الإمكانية في عملية بناء الدولة وفهم عملية بناء الدولة، هذا المواطن اللي يختاره. أما إذا المواطن ترك الانتخابات، ومع الأسف احنا نصير تعرف عندنا يصير عزوف عن الانتخابات يعني بشكل كبير، إذا المواطن ترك هذا الموضوع حقيقة راح تصعد ناس يعني وما شارك بالانتخابات، راح تصعد ناس ربما لم تكون كفوة وليس لديها خبرة، لا خبرة بالمجال السياسي وعملية الإدارة ولا خبرة بالمجال الإداري هم كذلك. فهذا راح ينعكس سلبيا على أداء مجالس المحافظات القادمة. جي.